ادتنا الدوري صح، يعني مباراة تعادل ما مش مكسب اهي، اديتنا مفتاح ان احنا ممكن نمشي كويس في الدوري. لو احنا خسرنا المباراه دي يا عمارة بعدنا عن المنافسه. يا اسامه يا اسامه، قول انا غلطان، قول انا غلطان. لا طبعا مش قول انا غلطان. لا قول انا غلطان يا اسامه. احنا نفسنا يا جماعه، احنا فيها الحق نفسك. احنا نفسنا يا جماعه اربع خمس فرق تنافس على الدوري، مش الزمالك، مش الاهلي والزمالك. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا محمد. احنا عندنا ماساه مع منتخب مصر بالظبط، مفيش لعيبه. ربنا يكون في عون حسام. انت عارف كم مصاب من لعيبه 18 ده في اي كوره دي؟ في اي دوريات دي؟ ما هو السنه مش عارف ملاعب تخلص امتى. اصابات ملاعب تخلص امتى؟ السنه تخلص امتى؟ اه السنه تخلص شهر 12 كمان سنتين. وبعدين العصبيه يا كابتن مصطفى اللي واضحه قوي على بعض اللاعبين في النادي الاهلي، يعني عبد المنعم من الماتش اللي فات عصبي جدا. ده هو عصبي طول عمره. لا لا عصبي بزياده، يعني الماتش اللي فات كان عصبي بزياده. انا بعشقه، ما احنا جداً. ما احنا عشان احنا بنحبه، لكن هو عصبي لازم نوجهه. أيوة. ونقول له رساله مهمه جدا، مش احنا الراجل اللي بيتعامل معاه جوه. ماشي ماشي الراجل انا لا وانتوا برضو انت كابتن الاهلي يا كابتن، ده مركزك يا مهيب، ده مكانك. ايوه انا عارف. اي نعم كان في برضو في فرق. ماشي. في فرق هنقطع في بعض. في فرق ان انا ابقى مسؤول عنك وازاي اقيمك. احنا عندنا مثال، انا وانت عارفه، احنا الاثنين عارفينه. كهربا اتغير 360 درجة لما مين تولاه؟ ولما مين بقى مسؤول عنه وبقى يتابعه؟ مين؟ اتغير ازاي يا كابتن مصطفى؟ اتغير، التزم. ازاي؟ التزم. ايه هو ده؟ وكسر هو الدنيا. الالتزام ده ما هو غصب عنه لازم يبقى ملتزم، مش بيلعب في النادي الاهلي. يا باشا ما كانش ملتزم. لا هو او غيره، اي لعيب في النادي الاهلي يا عمارة لازم يبقى ملتزم. يا عمارة في يعني انت دي مش منة على النادي الاهلي، يعني انت مش بتكلم يعني هو لازم يبقى ملتزم. يا ابن الحلال افهمني. ما في لعبة كتير مش ملتزمه. بقول لك ايه، صباح الخير. لا بص يا كابتن مصطفى، بقول لك ايه، بس مواعين في بعض. هو انا كنت بلعب في الشبرا خيتشي، نروح نشرب شاي احنا ونتعلم مع بعض. ايوه يعني ايه التزامه يا كابتن مصطفى؟ الموضوع عندهم النهارده هم يعني مثلا ده عشان خسرت ماتش، يعني جايب له مثلا جايب له النهارده جايب له 15 جول مثلا ولا 16 جول ولا. طب وقبل كده ايه؟ قبل كده بص بص بص، واحد اسمه صديقنا العزيز المستشار اشرف عبد العزيز، هو هذا الرجل من الناس اللي قومت كهرباء. ده غصب عنه لازم يبقى ملتزم يا ابن الحلال. ده لعيب في النادي الاهلي، ده لعيب في النادي الاهلي. انا كنت بلعب حكشه، ما كنتش بلعب كره في النادي الاهلي. وعن ناس غير ملتزمه يا كابتن. انت دايما حضرتك معانا ناس. لا حضرتك دايما بتتكلم على الكابتن صالح سليم الله يرحمه. لا طبعا ده ماله ده. هو الراجل ده مثل لينا كلنا. قال لي في يوم من الايام، يا ابني انت كنت بتلعب في نادي اسمه بلديه المحله، النادي ده نادي صغير والميكروسكوب يعني مش عليه، مش كبير قوي عليك، فمن فضلك انت بتلعب خلاص دلوقتي في النادي الاهلي. كل حته، اي حته، اي مكان، اي حاجه هتعملها هتوصل للنادي الاهلي. فاقصد اقول لك يا كابتن مصطفى ان دي يعني من سمات النادي الاهلي، ان انت لازم غصب عنك تبقى ملتزم. محمد وانت بتلعب في النادي الاهلي احنا كان معانا ناس مش ملتزمه لعبت الدور الاولاني والدور الثاني مشي. مين؟ من غير اسماء. لا ما ينفعش. فين عندك؟ في النادي الاهلي. لا يعني ايامك. ايوه ايامك. كانت في ناس مش ملتزمه مشيت. كانوا ولاعيبه تسد عين الشمس. كانوا كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة أو أي يعني كان. أنا بقول لك واحد اثنين ده وارد. أنا 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 بحب كهربا كلاعب كورة، وكهربا جايب جونين الماتش اللي فات، قعدوا ماتش الزمالك. وحد يقول كده في الكورة؟ إحنا بس مش عايزين نقصوا على الراجل دلوقتي، عندنا ماتش يوم السبت، بعد يوم السبت نتكلم. لكن زي ما بقول الكلمة اللي أنا هأكد عليها، معانا مدرب كبير وأنت اشتغلتها برضه، اي مدرب يحب ويكره مدرب فاشل. صح فاشل المدرب. حتى هو لو نص كم واللعيبه تحبه، يعني احنا مثلا لما جه ديكوتي في اول ما جه المعامله مانويل جوزيه، مش انا كنت مختلف عن مانويل جوزيه؟ لا بس انا مش بحبه. لا. انا ما بحبوش. مين؟ لكن بايه في الملعب؟ ثواني إيه؟ ثواني يا كابتن ثواني. مانويل انت ما كنتش بحبه ليه؟ وانا ما بحبوش عشان عادك دكه. لا عشان بطلني كوره فما حبوش. بص بص احنا بنتكلم على شخصيه مدرب. يا محمد بتكلم على شخصيه مدرب، لكن ما يميز هذا الرجل شخصيته. اللعيبه بتحبه، اللعيبه بتهابه، اللعيبه بتعمل مليون حساب. طب ممكن اخد منه عشان اخد منه عنوان. اتمرنت انا معاه. تعالى بس اتمرنت معاه. اللعيبه بتحبه دي يعني تعالى عمار مختلف عليه. طبعا تعالى يا حبيبي. اي حد خد مهيب، خد مهيب. تعالى لي هيدخلك في الحيطه. بطلك كوره ازاي؟ ايوه بطلني كوره ازاي؟ حطيني في دماغه ازاي؟ ما هو حاجات بقى انا ممكن. كان هو اللي جايبك من المانيا. مين هو؟ وبعد كده
ايوه ماشي يعني كده ازاي اللعيب لما يجي يقول لي مش عايزك ما كانش جابك اصلا لا 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 ما ممكن انت ما كنتش بتأدي اتقمصت بص بقى ما كنتش بتأدي لا ما انا هحكي لك هو بتتدلع هل هو من نوعيه المدربين اللي ما بيحبش النجوم؟ اتفضل اه بس طب خلاص خد منه هو ده كان معاه السوبر ستار النجوم يا راجل في مصر ليه ما كلهم كانوا وعماد لا 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 انا بكون وكريكا وانت طب خليه بس ما يهربش مني يلا يلا يا كابتن انت بتتكلم في جزئيه مهمه جدا حلو انا سنه 2001 النادي الاهلي خسر فيها الدوري من ماتش انبي سيد عبد الناصر انا لعبت خمس ماتشات كان جيلبرتو اسماعيلي ما انا بقول لك رجعت انا في اخر خمس ماتشات يعني لعبت اخر خمس ماتشات اسماعيلي 4-4 زمالك 6-1 محله 1-1 مقاولين وفي ماتش تاني مش يعني كان جيلبرتو ساعتها مستواه ما كانش احسن منك؟ جيلبرتو انا اول ماتش ليا لعبته اللي هو الاسماعيلي 4-4 وبعديه 6-1 لعبت الشوط الثاني 6-1 جيلبرتو كان بادئ باك ليفت تمام افتكرت وطلع هو قعد بستيفو وبتاع وطلعه ونزلت انا مكانه حلو ورحنا ماتش المحله تعادلنا 1-1 عامل اربع خمس كرات من على الخط لمحمد فضل في السته هو واحمد بلال كرات عرضيه يجيبوها جول ما جابوش كرة اتلعبت في ظهري جت جول جت جول لبست الليلة خلاص حطيني في دماغه من هذه اللحظة ان انا اللي خسرته الدوري هو ده مشكلتي مع مانويل خوزيه ده ماتش ايه ده؟ ماتش المحلة المحلة بتاع العتراوي العتراوي برافو عليك ده مدرب ورضا شحاته اللي جاي ده مدرب فاكر رضا شحاته الدوري ده خده الاسماعيلي ما خدوش خده الاسماعيلي مش ده مش دوري سيد عبد النعيم يعني العتراوي بقى اللي خلص عليك مش مانو جوزيه الاسماعيلي خده الزمالك يا عماره العتراوي اللي خلص عليك مش مانو جوزيه الدوري ده يا عماره خده الاسماعيلي نتراهن لا يا اسامه الدوري يا حبيبي والله ما ده ده حضرتك ماتش انبي اللي احنا خسرناه ماتش انبي بص بس هي السنه دي اللي انا رجعت فيها هو اثار الهزيمه برضه العتراوي يا مهيب اثار الهزيمه دخل دورين في بعض عرفت انا بقى يعني شكل دوري سيد عبد النعيم عرفت انا ما بحبش ليه مانو خوزيه دوري سيد عبد النعيم عشان كان معاهم بومفورير الهولندي ايوه دوري سيد عبد النعيم كان بومفرير بومفرير ايوه السنه اللي قبليها مفيش مانوال بقى السنه اللي قبليها الهزيمه مأثره على السنه اللي قبليها صح هنفصل ونرجع نشوف الموضوع ده ما ماشي ما هي السنه اللي قبليها اسامه بيتكلم صح ايوه اسامه بيتكلم صح اسمع مين الهزيمه يا اسامه انت بتتكلم صح ايوه السنه اللي قبليها مين اللي شفت بقى المدرب بيحب بكره ازاي زي ما الكابتن مصطفى بيقول يعني سابك سنه اهو بعد الفاصل يا جماعه نرجع معاه